everyone, this is Nuron from Piece of Cake with Nuron, and today I'm going to talk about possessive adjectives and possessive s. النهاردة هتكلم عن ال possessive adjectives اللي هي صفات الملكية وال possessive s اللي هي s الملكية. في الفيديو اللي فات اتكلمت عن ال possessive اللي هي الملكية بشكل مختصر كده، واتكلمت عن الفرق بين my و mine، وقلت ان my صفة ملكية و mine ضمير ملكية، بس قعدت اشرح على my و mine وما تكلمتش قوي في بقية الحاجات، ما كلمتش اصلا عن بقية صفات الملكية او عن بقية ضمائر الملكية. فالنهاردة باذن الله هعمل فيديو كامل مخصص لصفات الملكية، وهنحط معاه البوسيسيف اس اللي هي اس الملكية. طيب اول حاجة، يعني ايه صفات ملكية؟ الصفات من اسمها كده هي بتوصف شيء. طيب صفات ملكية، فبرضو من اسمها هعرف ان هي بتوصف شيء بانه ملك شخص معين، الشيء ده يخص شخص معين. عندي ألم، زي ما قلت في الفيديو اللي فات، لو أنا عندي ألم فهقول this is my pen. my هنا صفة ملكية، فاستعملت my عشان أوصف إن الألم ده بتاعي أنا. فmy أو أي صفة ملكية في الدنيا بتوصف الشيء إنه ملك شخص معين. لو فاكرين كنا اتكلمنا في فيديو من الفيديوز اللي فاتت عن ضمائر الفعل أو الـ subject pronouns، وقلنا إن هما سبعة اللي هما I و he و she و it و we و you و they. كل ضمير فعل من دول لي صفة ملكية خاصة بي، يعني I صفة الملكية بتاعتها my. زي لما أكون مثلا هتكلم عن إن الشنطة دي بتاعتي فأقول this is my bag، فهنا عرفت اللي قدامي إن دي شنطتي، عرفته من خلال إيه؟ من خلال my. my دي عايدة على مين؟ عايدة عليا أنا، عايدة على I. فكل ضمير فاعل لي صفة ملكية خاصة بي. هقول لكم الضمائر وصفات الملكية الخاصة بيها وهتبقى مكتوبة قدامنا على الشاشة. أول حاجة عندي I. I تبقى my، بعد كده he, his, she, her, you, your, we, our, they, their. تاني I, my، بعد كده he, his, she, her, we, our, you, your, they, their. طيب أنا بقول she, her مش hair، لأن hair يعني شعر، ومش بقول here لأن here يعني هنا. فنفرق بين her اللي هي صفة الملكية الخاصة بشي، ونفرق ما بين hair hair اللي هو الشعر، وما بين here here يعني هنا. وبكده يكون عندنا صفة ملكية لكل ضمير فاعل. طيب دلوقتي كده عندنا سبع صفات ملكية، دول احفظهم ازاي؟ طبعا مش هجيب ورقة او قلم واقعد احفظ ان اي بتيجي مع ماي ومش عارف ايه، واقعد اكتب اي ماي اي ماي عشان احفظها، لا مش هعمل كده. انا هعمل جمل او هدي لنفسي examples او امثلة، هقعد احط امثلة كتير عشان الكلام ده يثبت في دماغي. فمثلا انا قلت اي صفة الملكية بتاعتها my، فقلت this is my bag، دي شنطتي. فخلص خلصت من دي، بعد كده هجيب اللي بعده he بتيجي معها his، فهقول this is his car، this is his car، دي عربيته. فالفكرة كلها ان انا اقول this is وحط صفة الملكية اللي عايدة على الشخص اللي أنا بتكلم عنه، وبعد كده هحط الشيء اللي بيملكه. لو نلاحظ هنا إن صفات الملكية لازم يجي بعدها الشيء اللي أنا بملكه، فأنا قلت this is my pen, this is her car, this is his cat، فلازم الشيء المملوك بيجي بعد صفة الملكية. ودي نقطة مهمة جدا هتخلينا نعرف نفرق ما بين صفات الملكية وضمائر الملكية لما نيجي نشرحها بعدين. فعايزاكم تعملوا جمل على كل صفة ملكية وتكتبوا this is، وبعدين تحطوا الصفة بتاعة الملكية وبعدها الشيء المملوك. كل ده وانا عمالة اتكلم عن ملكية ناس،
مش مذكورة أسمائهم، يعني عمالة أقول دي عربيته، دي شنطتها، دي قطتها، ده قلمي، ما ذكرتش أسامي حد، يعني ما قلتش نوران، ما قلتش منى، ما قلتش سلمى، ما قلتش هدى، ما قلتش أحمد، ما قلتش محمد، فما ذكرتش اسم شخص معين. بس لو عايزة أذكر اسم الشخص في نفس الجملة اللي أنا بعبر فيها عن الملكية، يعني مثلا عايزة أقول ده قلم نوران، فهقوله ازاي بالانجلش، ده هستعمل هنا حاجة اسمها possessive s أو s الملكية عشان أعبر عن ملكية نوران اللي هي اسمها مذكور أهي للقلم ده. فازاي برضو هقولها، هقول this is Nuran's pen، this is Nuran's pen. طيب على اساس ايه برضو عملت كده ليه؟ او عملت ايه اصلا؟ حطيت لنوران apostrophe و s، الاس دي هي possessive s. فكل اللي هعمله ان انا هحط الاسم اللي هو الشخص اللي بيملك شيء، هحط له ايه؟ apostrophe و s. ف this is Nuran's pen. لو عايزة اقول عربية احمد، فهنا هقول this is احمد's car، this is احمد's car. فكل اللي عملته حطيت apostrophe و s للشخص اللي بيملك الشيء اللي انا بتكلم عنه، وطبعا اسم الشخص والابوستروفي اس وبعدها الشيء اللي بيملكه. في حد سألني من كام يوم اميز ازاي ما بين الابوستروفي اس بتاعت البوسيسيف اللي انا عمال اتكلم عنها اللي هي بتاعت الملكية، والابوستروفي اس اللي هي اختصار is اللي هي verb to be. ف هنا الموضوع بسيط جدا، الابوستروفي اس بتاعت البوسيسيف لازم يجي بعدها شيء اقدر املكه، شيء مملوك، يعني يبقى noun والnoun ده قابل للامتلاك، يعني يبقى pen، يبقى bag، يبقى cat، يبقى اي حاجه اقدر املكها. طيب الابوستروفي اس اللي هي كانت اختصار is في verb to be، دي هيجي وراها يا اما verb ing يا اما هيجي وراها adjective، هيجي وراها صفة. وعشان الموضوع يبقى clear اكتر، يبقى واضح، هنقول شوية examples، هنقول شوية امثلة ونحدد من خلالها ما اذا كان الابوستروفي s هنا possessive ولا بتاعت verb to be اللي هي اختصار is. اول حاجة، اول مثال، احمد's car، احمد's car هنا possessive ولا verb to be؟ هبص على اللي بعد الابوستروفي s، هلاقي ان car ده شيء ينفع املكه، ده شيء اصلا فيجوز انه يمتلك، فهنا الابوستروفي s possessive طبعا لان جا بعدها شيء يمكن امتلاكه. طيب لو قلت احمد's happy، احمد's happy، فهنا جا بعد الابوستروفي s a happy، happy دي a، happy دي adjective، وطالما لقيت adjective يبقى على طول apostrophe s دي عبارة عن اختصار ل is، is اللي هي بتاعت verb to be يعني يكون، يبقى هنا ترجمة الجملة هتبقى أحمد مبسوط أو أحمد سعيد. طيب لو قلت أحمد playing football، لو قلت أحمد playing football يبقى هنا قصدي ايه بالapostrophe s؟ هبص للي بعد الابوستروفي اس هلاقيه playing، playing ده verb اللي هو play يلعب plus ing، طالما لقيت verb plus ing اعرف ان الابوستروفي اس هنا اختصار ل is اللي هي بتاعت verb to be. يبقى الموضوع بالبساطة دي، ان طالما لقيت apostrophe s بعدها شيء يمكن امتلاكه فده possessive s، لو لقيت ان بعدها جا verb plus ing او جا بعدها adjective يبقى دي ال s اللي هي اختصار verb to be او اختصار is. وبكده نكون اتكلمنا عن ال possessive adjectives و ال possessive s، وفرقنا ما بين ال apostrophe s بتاعت ال possessive و ال apostrophe s بتاعت verb to be اللي هي اختصار ل is. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل النوتيفيكيشنز الجديدة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير عشان أكبر عدد يستفيد منه، وأشوفكم في الفيديوز الجاية. See you in the next video. Bye bye.